متساكن مدينة بن خيار من تلوث البحر جراء أقفاص تربية الأسماك وماء الصرف الصحي، معبرين عن قلقهم من عدم استجابة الصورة لمطالبهم المتمثلة في إزالة الأقفاص وتغيير مكان مضخة الديوان الوطني للتطهير التي تنبعث منها روائح كريهة قرب الكورنيش، مهددين في غضون ذلك بالتصعيد عبر وقفات احتجاجية أخرى. إليكم أكثر التفاصيل. باهي، احنا المشكله نتاعنا في بن خيار تلوث من شنو؟ من الناس ومن الاقفاص. الناس قاعدوا السخ نتاعهم كل اللي يصب لنا في البحر، والاقفاص ماهمش ماشيين بالقانون، معناتها قراب ياسر ياسر. احنا ماناش طالبين من الاقفاص باش انهم ماناش طالبين انهم باش يتنحى وموا يبعت خاطر عندهم كره الشروط، ما عندهمش كره الشروط بالفارغ، عندهم كره الشروط وفاتوا الاجل نتاعهم وقاعدين عادين مع حاطين الاقفاص نتاعهم وتو لقاو نحل. معناتها نطالبوا انه باللوناس لقاو ينحيوها، هذيك الستاسيون هذيك ينحيوها، يتصرفوا امورهم هما يعرفوا خدمه. كان كما كان يحكي سي ياسين، اولا القفصات هذوما يلزمهم، عندنا 13 قفص من بحر الرجال، من بحر الرجال يتعداو حتى قرب النبل قدام البيراميد، نحبهم يتنحاو خاطر كارثة كبيرة لبحرنا وبحر دار شعبان وتو تمس حتى دار معمورة ونابل، ولهذا القفصات كل لازمهم يطيروا يديجاجيو، فهمت؟ الموضوع عند وزارة الفلاحة والبيئة، فهمت؟ لازمهم يتحركون. مش الصيحة الأولى دي هذه عملنا برشا مطالب وقدمنا لهم ما جاوبوناش على التحليل. احنا نعرفوا التحليل الجديد اللي طلع، المحطه نتاع دار شعبان واللي لصقه فيها بن خيار